تنفيذاً لتوجيهات المراجع وبإشراف السيد قائد الفرقة المدرعة التاسعة اللواء الدرع الركن وليد داخل حسين، تقوم كتيبة الدبابات الثالثة بتقديم الدعم والإسناد لكل من فرقة المشاة العشرين وفرقة المشاة الرابعة عشر وفرقة المشاة السابعة، حيث يمتد قاطع المسؤولية من قضاء الحظر مروراً بقضاء مخمور حتى قضاء سنجار، كذلك تأمين الحدود العراقية السورية من دنس التنظيمات الإرهابية. حسب توجيهات المراجع السيد وزير الدفاع، السيد رئيس أركان الجيش، السيد قائد القوات البرية المحترمين، تنتشر كتيبة الدبابات الثالثة ضمن قاطع المسؤولية لتقديم الدعم والإسناد لقيادة فرقة المشاة العشرين وقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر وقيادة فرقة المشاة السابعة، وتمتد قاطع المسؤولية من قضاء الحظر مروراً بقضاء مخمور حتى القضاء سنجار وتأمين الحدود العراقية السورية من دنس الإرهاب. تقوم كتيبة الدبابات الثالثة اللواء المدرع 34 الفرقة المدرعة التاسعة بتقديم الدعم والإسناد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة اللواء 60 فرقة المشاة 20 لحماية أرض الوطن وتوفية الفرصة على العناصر الإرهابية. بالإضافة للكاميرات الليلية الحرارية المنتشرة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، عند بدء الضياء الأخير يقوم أبطال كتيبة الدبابات الثالثة بمسح قاطع المسؤولية من خلال الدبابات تحسباً لأي طارئ، وليكونوا على أهبة الاستعداد لدحر العدوان وكل من تسول له نفسه تدنيس أرض العراق. عند بدء الضياء الأخير نقوم من خلال الدبابات لمسح قاطع المسؤولية للكشف عن المجاميع الإرهابية إن وجدت والقضاء عليها في أسرع وقت، وستبقى أبطال كتيبة الدبابات الثالثة اللواء المدرع 34 الفرقة المدرعة التاسعة جاهزين في أي وقت للقيام بأي واجب. نحن رجال كتيبة الدبابات الثالثة اللواء المدرع 34 الفرقة المدرعة التاسعة نعاهد الله والوطن نكون جنود أوفياء نحمي حدود العراق. انتشار كبير لأبطال كتيبة الدبابات الثالثة التابعة للواء المدرع 34 قيادة الفرقة المدرعة التاسعة على الحدود العراقية السورية لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية وحماية أرض الوطن. لإعلام وزارة الدفاع، حسين محمد.